السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو نتحدث حول مهنة المساعد الصيدلي، المزايا والعيوب والمتطلبات ومهام الوظيفة. حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو نظرا لان كتير بيكون حابب انه يدخل هذا المجال، ولذلك حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو علشان يوضح لحضرتك او حضرتك هذا الامر. في البداية هتلاحظ بان مهنة مساعد الصيدلي هي واحدة من المهن القديمة جدا والتي كان لها وجود في خلال العديد من السنوات وفي العديد من البلدان، والحين ده نظرا لانه كانت مهنة الصيدلة لوقت كبير جدا ليست لها تخصص منفصل في الجامعة، وده ادى الى ان لدينا عدد قليل من المتخصصين في هذا المجال، وفي الغالب كان الشخص الصيدلي والشخص اللي لديه نوع من انواع الحكمة يستطيع ان هو يعمل في هذا المجال، هو بالتجربة عارف الادوية. وكذلك الموضوع كان زمان كانت الادوية عددها قليل، وكل هذه الامور سهل على دخول غير المنتسبين لتخصص الصيدلة لهذا المجال. لكن في الوقت الحالي والعصر الحديث هتلاحظ هنا بان وجود مهنة الصيدلة اصبحت لديها نوع من انواع التحديات، واصبح مساعد الصيدلي بيمثل جزء كبير جدا في داخل اي صيدلية. ولذلك هتلاحظ هنا بان المهام الوظيفية الخاصة بهذا الشخص او هذا مساعد الصيدلي بتكون مرتكزة على مجموعة من العناصر، زي ان هو بيقوم اولا بتجهيز المكان العمل، ترتيب الأدوية، تعقيم المستحضرات الدوائية، كذلك القيام بمساعدة الصيدلي في مجموعة من المهام الموكلة إليه. لن ننسى أيضا فكرة مراجعة السجلات ومراجعة الأدوية المنصرفة والقيام بعمل نوع من أنواع الأودت أو المراجعة، كذلك مراجعة الأدوية التي قاربت على انتهاء صلاحيتها والإبلاغ بها. إذا مجموعة واسعة من المهام المكفولة لهذا المساعد الصيدلي. ولذلك هتجد هنا بأن واحدة من أهم المهارات التي يجب أن يهتم بها أي شخص بدخول هذا المجال هو أن يكون لديه قدرة على التواصل الجيد، نظرا لأنه بيتعامل مع الجمهور فيجب أن هو يكون لديه قدرة على التواصل، ما يكونش متنشن أو بيخاف منهم. كذلك لديه القدرة على القيام بنوع من أنواع العمل على الود والقدرة على تحمل المرضى، نظرا لأن كتير جدا من المرضى بيكون لديهم صعوبة في التعامل ولديهم نوع من أنواع الغضب أو الألم، فلن يكون لديه هذا الصبر، ولذلك من المهم جدا أن يتمتع المساعد الصيدلي بهذه الصفات. لن ننسى أيضا أن يكون مساعد الصيدلي لديه إجادة في التنظيم، نظرا زي ما احنا قلنا بيكون مكفول لمجموعة من المهام الوظيفية اللي بتتطلب منه يكون منظم وشاطر وعارف أنه إزاي يتعامل مع الفلوس، نظرا لأنه بيبقى عارف الدواء ده انصرف إمتى، بيحل المشاكل الخاصة بالأدوية إلى آخره. إذا من المهم جدا أن هو يتمتع بمجموعة من المهام والقدرات المكفولة له في هذه الوظيفة. لن ننسى أيضا أنه يكون لديه قدرة على تحمل الضغوط والعمل على وجود نوع من أنواع القدرة على العمل وفقا لمنظومة الدوائية. كل هذه الأمور يجب أن يتمتع بها مساعد الصيدلي. ولذلك هتجد هنا بأن كتير جدا بيتطلب في أثناء هذه الوظيفة القدرة على التعامل مع برامج الكمبيوتر، نظرا لأن أغلبية الصيدليات في الوقت الحالي لديها نظام سيستم، فيجب أنه بيدخل الحاجة على الكمبيوتر، بعض المهام البسيطة على الحاسب الآلي من المتطلبات لهذه الوظيفة. كذلك الكثير جدا من الصيدليات بتتطلب انه يكون على الاقل حاصل على مؤهل ثانوي او مؤهل فوق متوسط او مؤهل عالي، ولذلك تجد هنا بانه كتير جدا بيتطلب هذا الامر. لكن اذا انتقلنا الى جانب المزايا والعيوب الخاصة بتلك المهنة، نجد هنا بانه هذه الوظيفة بتتطلب مجموعة من الصفات، زي اولا في جانب المزايا وان هذه الوظيفة موجودة في الكثير جدا من المناطق، كتير جدا من الصيدليات بتفتح في اكثر من منطقة، وهذا الامر بيستدعي وجود نوع من انواع الحاجة الى مساعدين الصيدلة، نظرا لان اغلبية الصيدليات في الوقت الحالي لا تجيب سوى صيدلي واحد وعدد كبير من مساعدين الصيدلة، نظرا لان راتب مساعد الصيدلي بيميل الى الانخفاض في مقابل الصيدلي، ولذلك ده هيؤدي الى ان لديك فرص عمل كتيرة جدا متاحة ليك. كذلك لن ننسى وجود ميزة مهمة جدا لهذه المهنة، وانها بتعطي راتب كبير بالمقارنة بكثير جدا من الوظائف المشابهة. كتير جدا من الصيادلة، والحقيقة ده شفته بعيني، تجد ان صيدلية بتعين مساعد صيدلي هو صيدلي بيكون لديه مجموعة من
من الصيدليات وبيحط فقط مساعدين صيدلة في كل مكان. مساعد الصيدلي بالنسبة له هو شاطر، بيعرف يجيب الأدوية للعميل وبيبقى عارف في الأدوية، بيدي حقن كويس. كل هذه الأمور بتؤدي إلى أن هذا مساعد الصيدلي ممكن يديله 5000 جنيه 4000 جنيه، وأنا هريح نفسي هريح دماغي وأنت شايل الشغل كله. وده هيؤدي إلى أن مهنة مساعد الصيدلي من واحدة من المهام اللي بتدي راتب كبير جدا، خاصة في سلاسل الصيدليات الكبيرة. والصيدليات الكبيرة بتجد ان مساعد الصيدلي قد يحصل على راتب يصل الى 4000 او 5000. هذا الامر قد لا يحصل عليه في حالة ان هو اشتغل كول سنتر او اشتغل داتا انتري مدخل بيانات او اشتغل اي مكان من وظائف. هتجد بان هذه الوظيفة تميل الى الارتفاع في مقابل رواتب من نفس الفئة. لا ننسى ايضا ان واحدة من ضمن اهم المزايا في هذه الوظيفة هي القرب من السكن. الحقيقة ان مجال عملك في الغالب هيكون قريب من سكنك، زي ما احنا قلنا ان الصيدليات بتكون كتيرة جدا في المنطقة اللي انت بتشتغل فيها، وده هيؤدي الى وجود نوع من انواع القدرة على ان انت تكون عملك قريب منك. هذا العمل هيساعدك على وجود نوع من انواع القدرة على الذهاب والاياب من عملك بسهولة، عدم تكلف مصاريف كثيرة في الذهاب والاياب ومصاريف للمواصلات. انت عملك هيكون قريب من بيتك، هتطلع براحتك هتنزل براحتك. هذا الامر هيساعدك على وجود نوع من انواع القرب من السكن، ودي ميزة الحياة كبيرة جدا جدا لا يمكن ان يتم عدم وجودها في جانب المزايا. واحدة من ضمن اهم المزايا ايضا لهذه الوظيفة هي وجود نوع من انواع القدرة على التعامل مع الادوية، وهذا التعامل مع الادوية بيؤدي الى وجود نوع من انواع المامك بتفاصيل الادوية، فتستطيع ان انت تكون لديك قدرة على قراءة روشتات لاهلك واصدقائك، ان انت تبقى عارف جرعات الادوية، ان انت تبقى عارف تدي حقن. كل هذه المهارات من المهارات المهمة جدا، يبقى انت عارف ازاي الادوية والسايد افكت الاثار الجانبية، تبقى انت اطلعت على العديد من الروشتات، وصلت لحدث طبي معين. كل هذه الامور من النقاط اللي بتكفلها ليك هذه الوظيفة، ودي الحقيقة ميزة كبيرة جدا قد لا تستطيع ان انت تكتسبها سوى بعملك في هذه الوظيفة. لن ننسى ايضا انه من جانب المزايا المهمة جدا لهذه الوظيفة هو امكانية عملك في شركات التأمين الطبي، نظرا لان شركات التأمين الطبي قد يكون مساعدين الصيادلة بالنسبة لها مكسب كبير جدا وميزة كبيرة جدا، والحقيقة انهم بيدوروا عليك في السوق، نظرا لان مساعدين الصيادلة بيساعدوا الصيادلة في شركات التأمين الطبي على ادخال الادوية على السيستم، وكل ده هيساعدهم على الحصول على وظيفة في شركات التأمين الطبي. وكلمنا كتير جدا على هذا الامر، ولذلك اذا كان لديك قدرة على لديك مؤهل عالي، اشتغلت مساعد صيادلي لمدة 4 سنوات او 5 سنوات، اذا لديك المام بالادوية وبتعرف تكتبها وعارف الجرعات والتركيز وعارف تحسب جرعات الانسولين والسكر، اذا لما تيجي تقدم على شركات التأمين الطبي سواء في اقسام المراجعة الطبية للأدوية والصيادلة وكذلك تسجيل الأدوية، كل هذه الامور هتؤدي الى وجود نوع من انواع القدرة على الحاقك في هذا العمل بسهولة ويسر، والحين ان هذا الامر يؤدي الى ارتفاع مستواك الاجتماعي اكثر فاكثر. لكن اذا تحدثنا حول جانب المزايا، من المهم جدا احنا نتحدث حول جانب العيوب. واحدة من ضمن اهم العيوب لهذه الوظيفة هو انه بيكون لديك نوع من انواع القيام بنوع من انواع اداء عملك لفترات طويلة، وانت واقف عملك بيتطلب منك مجهود بدني كبير، نظرا لانه في الغالب عملك بيكون 12 ساعة 10 ساعات وليس 8 ساعات. كذلك العمل في شفتات متغيرة، كتير جدا من مساعدين الصيادلة بيشتغلوا في شفتات متغيرة لساعات طويلة بالليل. كذلك وجود نوع من انواع الضغط العملي والنفس، نظرا لانك بتتعامل في عدد كبير من الادوية. كل هذه الامور من المهام التي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار. نعم هتاخد مرتب عالي، ولكن ايضا يجب انك تعرف بانك هتشتغل لفترات طويلة وتتعامل مع حجم جمهور كبير وتقف على رجلك كتير. لن ننسى ايضا ان واحد من ضمن اسوأ المزايا لهذا الوظيفة هي ان هذه الوظيفة بيكون لديه حساسية كبيرة مع الصيدلي، خاصة لو كان صيدلي صغير ولسه متخرج وهو جاي الصيدلية، انت بتفهمه الصيدلية وبتفهمه الادوية، هو بيكون لديه عالي، بيكون لديه نوع من انواع الانا كتير جدا، للاسف بيكون لديهم هذه الحساسيه، يقولك انت مساعد صيدلي انت ما تتسواش بيا انا كصيدلي، وبيبدا وجود نوع من انواع الحساسيه. حاول انك تراعي ان هذا الامر قد يحدث
لديك في الصيدلية اللي انت بتشتغل فيها، ولكن ايضا هناك صيادلة محترمين وليس لديهم هذا الامر. ولكن من المهم جدا انك تعرف بان هذه الحساسية موجودة وللأسف بنسبة كبيرة. لن ننسى ايضا ان واحدة من اسوأ المزايا لهذه الوظيفة هو ان بيكون لديك وداعا لمستقبلك، نظرا لان وظيفتك كمساعد صيدلي بتتطلب انك بيكون لديك عدم استخدام لمؤهلك. لو انت خريج كلية تجارة، لو انت خريج كلية حقوق، اشتغلت 10 سنين كمساعد صيدلي، خلاص لو انت هتدخل تاني سوق المحاماة او سوق المحاسبة خلاص لن يأخذك احد، نظرا لانك اصبحت غير حديث التخرج، بقالك سنين شغال في وظيفة غير مرتبطة بوظيفتك ومؤهلك الاساسي. ولذلك يجب ان تأخذ هذا الامر في الاعتبار لو انت دخلت هذا المجال. لو انت كملت فيه كتير هتعرف انك لن تستطيع انك تخرج تاني لمجال عملك الاساسي. لن ننسى في النهاية ان احنا نوضح بان واحدة من ضمن اهم النقاط هو انك لن تتساوى ابدا مع الصيدلي. في حالة انك وصلت لاعلى المراتب داخل الصيدلية وعرفت كل الادوية، في حالة انه كان لديك نوع من انواع الحصول على وظيفة داخل هذه الصيدلية، تجد ان الوظيفة القيادية هتكون في الغالب لصالح الصيدلي. فارجوك اعرف بان الصيدلي دايما لديه الاولوية في الوظائف القيادية في هذه الصيدلية ولن تتساوى معه ابدا، ودي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار. في النهاية تلاحظ بان مهنة مساعد الصيدلي بتتطلب مجموعة واسعة من المهارات والمتطلبات وكذلك فهم للمزايا والعيوب التي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار جيدا قبل ان تنضم لي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ولا تنسوا في حاله وجود اي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات او الصفحه الرسميه على الفيسبوك مصطفى عطيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.